انت لجأت للصحة؟ انا لجأت لوزارة الصحة، كان في دكتور محترم اسمه الدكتور محمد حسن تقريبا، ودكتور حسام، وفي دكتور تاني معاهم. بصراحة ناس محترم خالص وناس نزهة يعني في شغلهم. الناس دول لقيتهم بالصدفة في عيادة دكتور أمير، بيعملوا زي حاجة مفاجئة كده، تفتيش مفاجئ، فعرفوا ان انا اللي حصلت معايا الواقع. الحادثة ديت، الواقعة ديت، فالناس تواصلوا معايا ولغاية النهاردة. بصراحة يعني الكلام ده كان امبارح، تواصلوا معايا النهاردة برضو تمام، عشان عايزين يجيبوا الحاج وشايفين ان انا مظلوم. وبعد تقدمت كده بمذكرة أو حاجة؟ بعت مذكرة لوكيل وزارة الصحة الدكتورة أمنية تمام. تمام، و قلت فيها ايه؟ قلت فيها ان الدكتورة ميري شكري هي المسببة في وفاة زوجته. تمام. أسف الله عليك. بتتهمها بصفتها؟ بصفتها طبعا. تمام. إهمال جسيم. تمام. بتخاطب مين دلوقتي؟ أنا بخاطب المحامي العام للصراع يعني في اتخاذ الإجراءات اللازمة، عشان واحدة زي كده، إنسان زي كده يعني بوظت ستات كتير وخربت بيوت كتير وخربت أسر كتير، ممكن تهرب من البلد، ممكن بكرة، ممكن بعده، أن بص ما لاقيش ميري شكري دي في البلد. وبخاطب برضو المسؤولين، بخاطب الناس اللي عندها ذمة وضمير وشرف وأمانة، إن هم يعملوا اللي ملا عليهم بضميرهم، لأن هي ليها حد بتتحمى فيه. أنا عارف إن أو سمعت طبعا الأيام اللي خدت إن جوزها مستشار، فالمستشار دوت إحنا لو في أي إجراءات إحنا هنخلصها، لو في أي ورق موجود إحنا هنغطي على الورق، لو في ده الكلام اللي اتقال من المحامي. يا ابني احنا هنرضيكم واحنا هنديكم انتوا عايزينه، تمام، اللي انتوا بتعملوه ده كله ملوش فايده، في الاخر مش هتاخدوا حاجه، تجي في مثلا العياده بتاعتها شهر شهرين وهترجع تشتغل تاني. ده كلام المحامي. اه تمام. انا اجبرتك على اي حاجه تقولها؟ لا طبعا، الله اعلم، ما كل شيء.